كنا حشافين شفي حدك شات خربة خشي. ما انا كيف ما كتشوفيني راه باقا صغيره فهمتي، مازال ما وصلتش لذاك اللازي العيد الحب وداك الشيء راه فهمتي، ما كيدخلش ليا العقل يعني ملي غادي نوصل انا اللاج ديال داك الشيء راه اللاج داك الشيء راه ضروري ما غادي نبغي لك زعما داك الشيء. ما الصراحه ما كيدخلش ليا من الدراسه، ما كيدخلش ليا الحب اللي عندي انا هو اللي كنبغي خوتي وكنبغي والدي، هذا هو الحب بالنسبه ليا، اما شي حد اخر زعما باش نبغي شي حد. اصلا دابا انا دابا كيف ما كتشوفيني انا دابا دابا انا بحال هكا بغيت شي حد بحال هكا بقاش معاه عام عامين راه المهم بالنسبه لديك عام عامين يعني ملي خلاك حتى ديك عام عامين ربينا واش غبغى يضحك عليك، ماشي يعني ما باغيكش الحلال يعني اللي كيبغيك راه غيجي لداركم ما غيعطلكش، غيجي ديريكتومون لداركم ما غاديش يعطلك فهمتي. فك يقول لك صبر يا بنت الناس راه انا صبري معايا صبري معايا توصل عامين ثلاث سنين يعني هذاك راه عاجب داك الحال وما كيشوفش فيك مرتو صافي. هادشي اللي كنقول انا على عيد الحب، حب هي تبغي شي حد يتزوجي بي صافي. ومن هذا المنبر كنوجه هذه الرساله للبنات اللي كيبقاو يضيعوا وقتهم مع الدراري ويتفلاو عليهم والتخربيق، من الاحسن وكيضيعوا قرايتهم وكيخرجوا من قرايتهم بسبب الدراري وهكا. والله اختي راك غتخرج على حياتك يعني انا ماشي انا شوف انا بحكم انا باقي صغيره كن بحكم الناس اللي قالوا لي فاتوا 20 عام و25 عام اغلبيتهم كيقولوا ديك المراهقه اللي بقينا كنخربقوا فيها مع الدري وكنمشيو مع الدري هكا ندمنا عليها يعني كتقول كندمنا عليها كتندم كتجي البنت كتندم كتقول لك انا يكون عكملت قرايتي يكون يعني دخلت قرايتي دمنت مستقبلي داكشي تخربيق. والله سيري قراي ديري شي حاجه تنفعك كملي قرايتك باش تعلي براس والديك باش تفرحيهم يجي واحد النهار يقولوا بنتي راه عفعت براسي ماشي طيحي لي راسو مع شي واحد طيحي لي راسو مع الناس والعائله تمشي مع واحد تقي فهمتي يضحك عليك ويشوه بيك راه حشومه بحال هكا يعني من الاحسن فهمتي داخلك في قرايتك. اما شي حاجه سميتها الحب راه ما حدك مازال ما وصلتيش لها من الاحسن لك تعطي اتساع لذاك الشيء. غادي تتصلي بالام ديالك دابا؟ الو ماما ديري مكبر الصوت. الو الو كديري لاباس؟ خير الحمد لله. أنا يلا خرجت من سانتا ديال منش هذيك المديال كنبغيك في مناسبة عيد الحب وقلت لي أمان هدا الأم ديالي فهمتي لا كنبغيك بزاف كنموت عليك ويا ربي تخليك لي انتي وختي آمين. سمحي لي لدغ نجيت سلام. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.